السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. هتعملي ايه يا رشا؟ كل سنة وانتم طيبين. العيد على أبواب، وطبعا عملت حاجات لأخويا، تجهيزات كده لأخويا عشان هو قاعد لوحده هو وعياله. عملت له ايه يا رشا؟ عملت طبعا عشان هو قاعد لوحده هو وعياله، مع عيلين، مع بنت وولد، وقاعد لوحده. طبعا ايه، انا في كل فتره بعمل له حاجات كده تجهيزات واشيلها له في الفريزر. عملت له يا رشا، عملت له برده الكبده الاسكندراني، مشوحاها بكله اهي، وصينيه مكرونه. يا دوب بس هيطلع من الفريزر يطلع الحاجه تحطها في الفرن وعلى طول ايه تستوي. وعملت لهم برده الحواوشي. وبصوا بقى الكفته، وعملت بقى اللي هي بقى يجي نص كيلو كده كفته، قلت اعملها للعيال بقى. بصوا جمال الكفته السوسي كده وطعمها تحفه. التتبيله اللي انا عاملاها يا جماعه اختراع، اختراع يا كوتش. وطبعا عملت له بقى بوفتيك، وعملت له بانيه، جبت نص بانيه عملت له عليه طبقين، وجبت الحواوشي اهو بتاعي. طبعا ده كيلو حواوشي، في الدوش في كل حاجه، وده هو كيلو كفته. وجبت له 4 دبابيس كده، وجبت له نص كبده، يعني ما جبتلوش حاجات كتير يا جماعه. وجبت له نص بانيه، حطيت ميه بصل فيه كده. اللهم صل على النبي. هنتبل بقى البانيه بتاعنا. حطيت وفرمت بصلايه وفلفل اخضر وفلفل احمر، وحطيته على الايه اللحمه، وتوابل الحواوشي والبهارات والحواوشي والملح والبابريكا وفلفل اسمر وحبهان مطحون، يعني تتبيله كده حطها للحواوشي. برده للبانيه عملتها نفس الطريقه كده، حطيت بابريكا وفلفل اسمر وبهارات فراخ ومعلقه ملح ومعلقه ملح، وحطيت بيضه بقى ومعلقه دقيق على البانيه. بصوا التتبيله بتبقى جميله قوي في البانيه على فكره، وحبه لبن. يا دوب هتطلعي تحطي في الفشتار على طول. وطبعا بقى ايه، هنتبل بقى ايه الحواوشي بتاعنا. طبعا حطيت له بقى فلفل ايه حراق رومي وفلفل التاني، ورحت عملته كده. وادي البانيه تبلته، وادي الكفته بقى، تعالوا نصبحها مع بعض. وادي الدبابيس هسلقها له، وطبعا دي الكفته بتاعتي ايه بصبحها له كده، واحط له في الطبق. يا دوب بس هيطلع الطبق على القلي على طول يا جماعه. وطبعا برده البانيه عملت له كده ايه، البانيه هو في الفيجيتار اهي، وهرصه في الاطباق. والله نص كيلو بركه. بس غالي والله الكيلو بانيه، معرفش غالي قوي بقى ب 160. طبعا اشتريت له نص كيلو، ورحت عملت له طبقين منه. والله يعني نص كيلو مبروك شويه، وما مش كتير برده، هم ثلاث افراد هو وعياله الاثنين بس. وطبعا بقى ايه مشكلته، ان هو ما بيعرفش يعمل حاجه، بيجي من الشغل يعني مهدود. قلت لا، انا كل فتره كده بعمل له حاجات واحط له في الفريزر، حتى وهو الاول كانت عياله مع مراته يعني وكده، كنت انا بعملها له برده. ولما عياله جم برده تنيت نعمل له الحاجه زي ما هي. وطبعا بقى اهوت البانيه كده خلصته، عمل معايا طبقين بسم الله ما شاء الله. وعملت الطبقين من الكفته اهو يا جماعه، وعملت له ايه ربع من البفتيك. ودي الكبده، هي التتبيله بتاعت الكبده جميله قوي، توم فلفل احمر كمون ملح وليمون وخل، وسبتها في التتبيله. وطبعا اللحمه المفرومه اللي عامل بيها صينيه المكرونه، تبلت البصله كده وحطيت اللحمه، وجبت من الدقه بتاعت التوم اللي انا كنت شايلاها ديت، حطيتها كده عشان نسوي الكبده. حطيت معلقه من اللي هي بقى وحبه زيت، وتعالوا نشوح بقى ايه اللي هي بتاعتنا بقى. طبعا بقى ادي كده ايه تحميره للبصله، وبعد كده نزلت بالايه بالكبده اهي. الريحه بقى ما اقولكوش يا جماعه يا سيدي. وادي صينيه المكرونه، سلقت المكرونه، حطيت المكرونه اهي يا جماعه، حطيت الصلصه، وادي الحواوشي بتاعي بحطه في العيش على طول، يا دوب هيسوي في الفرن وخلاص على كده اهو يا جماعه. بصوا يا جماعه، رص كده واسوي على طول في الفرن. بصوا الجمال اهو، تبقى الحاجه جاهزه عنده عشان ما يحتس في العيد وكده. طبعا كل سنه وانتم طيبين، وانتم عارفين بقى لما الراجل يبقى قاعد لوحده بيبقى محتاس، ما بيعرفش يعمل اي حاجه، والله يكون في عونه كمان وعياله معاه، ربنا يهدي مراته يا رب. طبعا حشينا بقى كل الشدشات بتاعته كده، حطيتها له، وعملت له ايه 4 ترغيفه في طبق واربع ترغيفه في طبق، يعني عملوا معايا 8 ترغيفه. وادي البانيه البوفتيك عمل معايا والله طبق كبير قوي، والدبابيس اهوت برضو على القليه على طول. يا دوب بس محمره له المكرونه، وعامله له باميه يعني بصوا بالصلصه بتاعتها وكل حاجه والله، وعامله له فاصوليا، وعامله له سبانخ برضو طبيخ، ومحمره له الشعريه وحطها كده في علبه. يا دوب بس ايه تطلع الشعريه يعمل حبه رز وخلاص. وادي الكبده بتاعتي، وادي الكفته الفها بقى بالاسترتش كده، وطبعا بقى احطهم له. والله ورحت برده بعد ما خلصت كده تاني يوم، رحت بقى وديتهم له، واشتريت بقى حاجات ايه. يلاقيك كل سنه وانتم طيبين، وهطلع معاكم بقى بحاجات المذبح بقى باذن الله. وادي الحواوشي معايا، وادي كده التفريزات اللي انا عملتها لاخويا، وادي صينيه المكرونه. يا دوب بس يحط الجبنه عليها ويدخلها الفرن وخلاص. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا جماعه. ما تنسونيش لو عجبكم الفيديو تدوسوا لي لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كل سنه وانتم طيبين، وعيد عليكم وسعيد يا رب.